هو عن تنسيق الحركي الروحي او شحن الطاقه او علم الكينزيو مسواتولوجي. الان سنجرب نفس ما الطريقه الاولى لكن باستخدام السواك مره وباستخدام الفرشاه، واكرر ان هذه التجارب يستطيع اي انسان ببساطه ان يستخدمها في بيته، وهي وسيله عظيمه من البحث العلمي. اورث لنا هذا العلم الكينزيولوجي او علم التنسيق الحركي العضلي الروحي، علم طاقه الاجسام، سميه ما شئتم، وهو علم من مواليد 1985 على يد الطبيب الامريكي جورج جودهارت. طوره عن سنه 1950 وغيره. سنجرب الان مره اخرى قياس الطاقه، هذا المركز الاقوى عند عبيده، وهذا المركز اضعف، وهذا المركز الاضعف. 1 2 3 ترتيب القوة عنده، وهو يختلف من شخص لاخر. وسنضع السواك مره اخرى لنقيس القوة. لاحظوا ان القوة صارت يعني قوية جدا، اقوى من الثلاثة، والنقاط الثلاثة قوية. الان سنجرب فرشاة الاسنان. لاحظوا النقطة الاقوى صارت ضعيفة جدا. صارت ضعيفة جدا. السبب هو الابحاث التي قمت بها والفتوى التي افتيت بها ان هناك كثير من مشتقات خنزير في المعاجين وفي الفراشي، وهذا نقلته قناه الجزيره في احد برامج شارع الحياه، بالاضافه ان الفرشاه هو يعني هي بديل ونمط حياه غير اسلامي، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وما اراها الا بدعه دخلت حيثما تركت السنه العظيمه، وهي السواك التي كانت اخر وصيه للنبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته.